انا عارف ان ناس كثيرين مننا جاءوا طعم الحياه، وعارف انك يوم ما دقت طعم الحياه حسيت بفرح. قال عنه الكتاب لا ينطق به ومجيد، كانوا حاسين انهم بيطيروا وبيحلقوا في السماويات. وعارف ان في ناس كتير مننا مش دقت يوم من الايام في فترات متكرره في حياتهم، وبعدين راح فين الفرح ده؟ انطفى، سرق، وقف، تعطل. ما الذي حدث؟ يشبه ملكوت السماوات ان الزارع خرج ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس، وجاءت طيور السماء واكلته، وسقط بعض على الارض المحجره فاتى ثمر سريع، ولما اشرقت الشمس احترق، واذ لم يكن له اصل جف، وسقط بعض مع الشوك فطلع معه الشوك وخنقه. قالوا فسر لنا مثل الزارع. قالوا الذي سقط على الطريق هو الذين يقبلون الكلمه بفرح، ولكن ياتي الشرير ويخطف الكلمه من قلوبهم. اسمع الكلمه بتعزه وسط الكنيسه وسط جماعه الله، لكن على ما يخرج لحاله وشغله واحتياجاته وظروفه ياتي الشرير ويخطف الكلمه. والذي سقط على الحجر هو الذي سقط في التربه صلبه مسكيه مش لينه في ايد الرب، مختلفه في قاعه الكلمه، مش حاطه نفسها في الخضوع للكلمه. اعمل حاضر، بي حاضر، ضحي حاضر، اتنازل حاضر، سرعت الكلمه بسرعه. لكن الزرعه ملهاش جذر، احترقت قدام ضغط الحياه. والذي سقط بين الشوك هو الذي هموم العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمه. انت ذقت طعم الفرح وذقت طعم الروح القدس، ولما بكلمك دلوقتي عن الفرح وعن الروح القدس عارف بتكلم عن ايه. انت ذقت طعم الابديه، انت ذقت طعم الوجود في حضره الله. لكن جاء الشرير ونجح انه يخنق الكلمه، انه يعطلك، انه ياخدك في هموم، في جراح، في احزان، في مشغوليات. نجح بطريق او باخر انه يعطل انسكاب الحياه الابديه. ان الروح القدس تعطل انسكابه في حياتك، ان وحدتك مع المسيح وقفت، انك بعد ما دقت الحياه ما امتلكتش من الحياه، وابتدى الموت يعمل في كيانك. الحياه بقى ملهاش معنى، ما فيهاش طعم البهجه، الحياه بقت ممله، الحياه بقت عملت كل حاجه نفسك فيها، وجبت كل حاجه نفسك فيها، وحققت معظم اللي تتمناه، والحياه خاويه، والموت بيشتغل في نفسك، وبيشتغل في جسدك، اشتغل في كيانك، اشتغل في كل شيء. هذه هي الحياة الأبدية، أن الآب أعطانا ابنه لكي نحيا به. الآب أعطانا ابنه عشان نحيا به، وعشان لحظة التمتع أو أيام التمتع اللي مريت بيها في عشتك دي تبقى هي كل سنين حياتك وأبديتك. الذكرى اللي انت قاعد تفتكرها ده كان من 20 سنة دقت ليلة جميلة مع المسيح، ده كان مريت بفترة في حياتي قعدت كام شهر ورا بعض، ان اللحظة واليوم والاسبوع والشهر والسنة اللي انت بتتذكرهم ده ذكرى حصلت في حياتك، كان المقصود ان ده يبقى كل حياتك، ان الروح القدس يظل يتدفق فيك ويتدفق اليك بلا توقف. ده قصد الرب انك تقعد تشرب من الحياه لغايه ما تتحول انت
إلى ينبوع الحياة. الحياة تفيد منك، ويفيد الإنسان كل واحد كمخبأ من الريح وكسد يقي من السيل كسواقي ماء في أرض قاحلة. إنه قصد الرب مش إني كل شويتين أرجع وأتوب، ده حلو قوي، ما أرجع وأتوب أحسن من اللي تاب روحه، بس ده مش كل قصد الرب إن كل شويتين أرجع وأتوب، ده قصد الرب إن قوة الحياة تظل تتدفق في كياني وأشبع وأمتلي من حضور المسيح لغاية ما أبقى أنا نفسي، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية. كل يوم تاخد جرعة لو نص ساعة مرة يوميا، امتلاء من الروح القدس، ارتواء من الروح القدس، بيضة ما تسريب للنعمة اللي خدتها امبارح. صدقوني يا أحبائي، أؤكد ليكم إن مش حياتك هتتغير من الكآبة للفرح، لا، كآبة إيه؟ إن مش الاضطراب اللي في قلبك وذهنك هيمشي وما يرجعش. أؤكد ليكم إن إذا عملت كده هيمتلئ قلبك وكيانك من الحضور الإلهي، ويوما بعد يوم هتتغير لصورة المسيح، وحيبان على وشك، وحيبان على حياتك، وحيبان سلطان المسيح وقوة حضوره، وحيبان انطباع شخصيته وصورته في قلبك وحياتك. اللي عايز يدينا المسيح أعظم مما نتخيل، لأنه يعني عايز يدينا حياته وشخصه ويتحبنا بيه ويغيرنا إلى تلك الصورة عليها. عايزك تصلي وتحط قدام الرب كل قوة الخطية اللي معوقاك عن إنك تتحد بالمسيح، حطها تحت سلطان المسيح دلوقتي باسم يسوع، بقوة غفران دم يسوع، ارسل قوة فكاك الآن باسم يسوع لتنفك الآن قيود العدو ورباطات الخطية عن عبيد الرب. قوة ونعمة غفران وخلاص يتشال الحجر اللي على القلوب الآن باسم يسوع، انفك باسم الرب يسوع المسيح، تنحل وثقك وقيودك ورباطاتك باسم يسوع المسيح. قوة ونعمة غفران وخلاص وفكاك وشفاء وتحرير في الروح القدس الآن. خذ من الرب، اديله عهود جديدة، واطلب روح الله انه يملاك دلوقتي وانه يتدفق فيك.